سماد اليوريا يعتبر من أكثر الأسمدة النيتروجينية تركيزا في محتواها من النيتروجين ويبلغ 46% إذا ما قورنت بنترات الأمونيوم أو كبريتات الأمونيوم أو نترات الكالسيوم أو غيرها. ولذلك فإن اليوريا أكثر اقتصادية في استعمالها وتكاليف نقلها لوحدة النيتروجين، على أن ما يعيب اليوريا أن محتواها من النيتروجين ليس سهل الانتشار كما هو الحال في نترات الأمونيوم، ولهذا يفضل استخدامها في الأراضي ذات معدلات الأمطار المرتفعة أو الأراضي المروية التي تحقق هذا الانتشار. ويمكن استخدام اليوريا بصورتها الصلبة أو في محلول مركز مع الأمونيا أو في محلول مائي مخفف أو باستخدامها مخلوطة في الحالة الصلبة مع أملاح الفسفور أو البوتاسيوم في الأسمدة المركبة أو المخلوطة، ويتم امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من تفكك اليوريا بواسطة جذور النبات ويتم هضمه في عملية التمثيل الضوئي. وعند إضافة اليوريا إلى الأرض كسمات فإنها تتفكك إلى كربونات الأمونيوم طبقا لمعادلة حيث تحرر الأمونيا وثاني أكسيد الكربون وهي نواتج تفكك اليوريا. الطريقة الحديثة لإنتاج اليوريا هي تتم بطريقة كربامات الأمونيوم، حيث يكون هناك تفاعلين يتفاعل الأمونيا بصيغة الغاز مع ثاني أكسيد الكربون ينطينا مادة تسمى كربامات الأمونيوم. هذا التفاعل باعث شديد للحرارة، والتفاعل الثاني هو تحلل كربامات الأمونيوم بتفاعل متوازن ينطينا اليوريا، مع احتمال حدوث التفاعل الجانبي اللي هو تفكك الكربامات الأمونيوم إلى كربونات الأمونيوم. معظم اليوريا الناتجة مرتبطة مع معمل إنتاج الأمونيا، حيث يتوفر غاز ثاني أكسيد الكربون في منظومة تنقية الغاز وبدون تكاليف باهظة. تجاريا تمرر الأمونيا وغاز ثاني أكسيد الكربون خلال مفاعل بدرجة حرارة ضمن معدلات 175 إلى 220 درجة مئوية وضغط مرتفع بين 170 إلى 400 جو. إن منصهر الكربامات الأمونيوم المتكون واليوريا والماء والأمونيا الغير متفاعلة، وعند درجة حرارة المفاعل فإن التفاعل المتوازن بموجب التفاعل الثاني التي فيه نصف كربامات الأمونيوم تتحول إلى يوريا، وتتحسن إنتاجية اليوريا بالضغط العالي ودرجة الحرارة والنسب الاستوكيومترية للمواد المتفاعلة. وعمليا هناك أكثر من 200% نسبة زائدة من الأمونيا التي يجب أن تستخدم حتى تعوض عن الأمونيا الذائبة في منصهر كربامات الأمونيوم. وكذلك فإن درجة الحرارة العظمى والضغط الأعظم يجب أن يكون محددا، ويتآكل مفاعل بسبب خليط اليوريا وكربامات الأمونيوم الشديدي التآكل، ولذلك يحتاج إلى مواد تبطين خاصة مثل الفضة والرصاص أو ستانلس ستيل المقاوم للتآكل. تأثير درجة الحرارة حقيقة أنه بثبوت الضغط وسرعة الفيد تزداد معدل تحول الكربامات إلى اليوريا بزيادة درجة الحرارة، وتصل نهايتها العظمى عند معدلات بين 180 إلى 190 درجة مئوية، ثم يقل معدل التحول فجأة مع استمرار ارتفاع درجة الحرارة بسبب تفكك كربامات الأمونيوم إلى مكوناته. ويكون تأثير الضغط طردي حقيقة مع سرعة تكوين الكربامات، ويكون التحول 35% عندما يكون الضغط 150 جو، ويصبح 57% عند ارتفاع الضغط إلى 280 جو. أما تأثير زيادة وكمية الأمونيا حقيقة فإن الزيادة في كمية أو تركيز الأمونيا يؤدي إلى زيادة التحول إلى اليوريا، حيث أن هذه الزيادة تؤدي إلى امتصاص أكثر للماء الناتج
من تحلل الكربامات إلى اليوريا والماء. فمثلا عند زيادة الكمية من 50% إلى 300% تزداد التحول الكربامات إلى اليوريا من 65 إلى 75. أن النسبة العملية المناسبة هي نسبة CO2 إلى الأمونيا هي 1 أو 5 أو 4، حيث هي تقابل زيادة في الأمونيا بمقدار 100 إلى 150%. أما تأثير زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون فإن زيادته لا يؤثر على تحول الكربامات، لأن ثاني أكسيد الكربون غاز والتفاعل يتم بالطور السائل، ولكن نقاوته تؤثر على حصيلة إنتاج اليوريا. مثلا عندما تكون نقاوة غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 98 إلى 99% يكون التحول 65%، وعندما تكون نقاوة غاز ثاني أكسيد الكربون 85% تنخفض نسبة التحول إلى 45%. وفي نفس الوقت يكون تأثير الغازات الخاملة على تأثير الكربامات سلبيا، لذلك يجب استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون نقي جدا بدرجة 98 إلى 99%. أما تأثير الماء فإن زيادة مقدار الماء السائل يقلل من سرعة تكوين اليوريا، بسبب أن الماء السائل يؤدي إلى بقاء النظام في الطور السائل، وبالتالي يؤثر على توازن التفاعل. مشكلة تكوين البايوريت حقيقة عند زيادة درجة الحرارة وفترة التسخين لليوريا أثناء تكوينها يؤدي إلى تفككه لمكوناته الأمونيا وثاني أكسيد الكربون، وبالتالي حصول تفاعلات جانبية أخرى ثانوية مثل البايوريت والترايوريت وحامض السيانيك وحامض السينايوريك بموجب التفاعل اللي ظاهر أمامكم. وقد تتكون منتجات معقدة أخرى مثل التترايوريت والميلامين وأميني وأميلايد وأخرى، ويتكون البايوريت من تسخين الأمونيا إلى فوق درجة انصهارها، ويمكن حصول عليه أيضا من تسخين نترات الأمونيوم عند درجات الحرارة بين 150 إلى 170 درجة مئوية، ويتحول البايوريت إلى يوريا عند معاملة منصهره تحت الضغط واطئ مع الأمونيا كما في الشكل أمامكم. وبالتعاقب يمكن أن يتكون حامض السيانيك كناتج وسطي الذي بدون يتفاعل مع اليوريا لتكوين البايوريت، ويعتمد مقدار البايوريت الناتج على درجة الحرارة وتركيز الأمونيا وتركيز أو ضغط الأمونيا. مفاعل إنتاج اليوريا كلفته عالية ويبلغ حوالي 25% من كلفة المعمل الكلية، وعادة يصنع من الفولاذ الستلس ستيل والمقاوم للضغط العالي، ويحتوي على نسب من معادن الكروم والنيكل والمولينيوم، ولمنع التآكل بسبب منصهر اليوريا يغطى سطح الداخلي للمفاعل بطبقة من الرصاص أو من الفضة، وفي الوقت الحالي يستخدم التيتانيوم بسمك 3 مليم وأحيانا إلى 10 إلى 13 مليمتر. حجم المفاعل يعتمد على الزمن اللازم للحصول على أفضل تحول، وعادة يبلغ الزمن اللازم للتفاعل بين 40 إلى 50 دقيقة، وتصل كمية الحرارة داخل المفاعل إلى حدود 20,000 كيلو كالوري إلى كيلو مول أو إلى 470,000 كيلو كالوري لكل كيلو مول بسبب التفاعلات الباعثة الشديدة للحرارة. ولذلك فإن زيادة في الضغط أو الحرارة تؤدي إلى تفكك النواتج إلى مكوناتها الأصلية. ولغرض السيطرة على حرارة المفاعل يغطى المفاعل بالجاكيت من الماء البارد لامتصاص الحرارة الزائدة، أو يستخدم كويلز يمر من خلال لها زيوت باردة أو أمونيا سائلة لامتصاص الحرارة الزائدة. وللسيطرة التامة على حرارة المفاعل ينجز التفاعلات بخطوتين أو بمرحلتين، ففي المرحلة الأولى ينجز تفاعل تكوين الكربامات بينما يجرى تفكك الكربامات في الخطوة الثانية إلى يوريا والماء، ويتصل المفاعل الأول بسخان
بخاري خارجي، والمفاعل الثاني عبارة عن فرن أنبوبي يسخن بشكل غير مباشر من الخارج بواسطة هيترات كهربائية داخل الفرن. ان خطوة استرجاع الامونيا وثاني اكسيد الكربون الغير متفاعلين من المشاكل المهمة والرئيسية في انتاج اليوريا. من احدى الطرق في استرجاع الامونيا واستخدام الماء، حيث يضاف الماء الى خليط الغازات الخارجة من خطوة التمدد expansion، فيقوم الماء باذابة الامونيا ويسترجع الى خطوة التفاعل. الماء الناتج الحقيقة هنا يؤدي إلى انحراف التفاعل، بالإضافة أنه يؤدي إلى حصول تفاعلات التآكل. ولذلك أن هذه الخطوة لها سلبيات، أنه يحتاج إلى نسبة أمونيا إلى ثاني أكسيد الكربون مرتفعة. الطريقة الثانية هو استخدام مادة زيتية أو مذيب زيتي بدلا من ماء لمنع عملية التآكل. والحقيقة أن هذه الطريقة لها مساوئ أيضا، أنه الزيت يتحلل عند درجات الحرارة العالية، ولذلك فإنه يكون عملية فصل الزيت واسترجاعه ضعيف جدا، وبالإضافة أنه أيضا فصل اليوريا يكون ضعيف، وكذلك أنه تطرح ملوثات كثيرة من هذه العملية مما يزيد التكاليف. الطريقة الثالثة تم فصل الأمونيا وثاني أكسيد الكربون بطريقة الامتصاص والانتزاع، حيث يتم امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون واسترجاعه إلى خليط التفاعل، وأيضا انتزاع الأمونيا واسترجاعها أيضا إلى خطوة المفاعل. هذه الطريقة الحقيقة تعتبر مكلفة جدا، وبسبب أنه عملية امتصاص تحتاج إلى تبريد، وعملية الانتزاع تحتاج إلى تسخين، وهذه طاقة كبيرة مصروفة. الطريقة الرابعة يتم استخدام stripping by gas، حيث يتم إضافة ثاني أكسيد الكربون أو الأمونيا بكميات كبيرة جدا وبوقت قصير، مما يؤدي إلى تفكك الخليط. هذه العملية حقيقة لها مساوئ، أنه يتكون البايوريت، وأيضا يحتاج لنا كمية إضافية من طاقة لاسترجاع الأمونيا بسبب أنها ذائبة في المحلول. الطريقة الخامسة هو استخدام طريقة كيميكو ثيرمو يوريا بروسيس، اللي تعتمد على دايركت هوت كومبريشن. هذه الطريقة حقيقة بالرغم من أنها تسبب التآكل، لكن لها إيجابيات عديدة، أنه تكون مولدة ذاتيا للحرارة وإنتاج البخار اللي يستخدم بالعملية، بالإضافة أنها تكون اقتصادية وقيمتها الاقتصادية مقاربة لعملية الستريبينج. المشاكل الهندسية في صناعة إنتاج اليوريا، أولا هو عندنا متغيرات المفاعل الأوتوكليف حقيقة للحصول على أوبتيموم يولد، فإن من الضروري السيطرة على درجة الحرارة والضغط ونسبة الأمونيا إلى ثاني أكسيد الكربون والفيد ريت. ثانيا عندنا مشكلة تحلل الكربونات وعملية تدويرها، حقيقة إن بايوريت فورميشن هو مادة سامة ومضرة للمواشي، ويجب السيطرة هنا حتى نقلل من تأثيرها باستخدام low temperature وبزمن بقاء قصير. ثالثا عندنا البرلينج وعملية تحبيب وتكوين اليوريا بشكل حبيبات، يجب يكون فوق درجة انصهارها وبأقل زمن بقاء حتى نقلل من كمية البايوريت فورميشن. رابعا عندنا مشكلة التآكل، والتآكل هنا يتطلب استخدام سبائك من ستانلس ستيل والتيتانيوم المانعة للتآكل أو المقاومة للتآكل في صناعة الأوتوكليف. وخامسا هو
أنه يجب الأخذ بالنظر الاقتصاديات للعمليات المختلفة، وكما تم ذكره سابقا. تكنولوجيا تصنيع اليوريا، حقيقة هناك ثلاثة طرق لتحضير اليوريا من الأمونيا وثاني أكسيد الكربون، وتتباين فيما بينها من الضغط والحرارة ونسب الخامات المستعملة. فأولا عندنا الطريقة اللا تدويرية وتسمى بطريقة الإمرار الواحد One Thorough Process. في هذه الطريقة تسترجع جميع المواد الغير متفاعلة على شكل أملاح الأمونيوم مثل نترات أو كبريتات أو كربونات الأمونيوم أو على شكل محلول الأمونيا. الطريقة الثانية تسمى بطريقة التدوير الجزئي Partial Recycle Process، حيث يدور الجزء الزائد من الأمونيا الغير متفاعلة إلى المفاعل، وتعاد الأمونيا الناتجة من تفكك كربونات الأمونيوم على شكل محلول الأمونيا. والطريقة الثالثة تسمى بطريقة التدوير الكامل Total Recycle Process. هذه الطريقة تدور جميع الأمونيا الغير متفاعلة والناتجة من تفكك كربونات الأمونيوم إلى المفاعل. وأيا كانت الطريقة المتبعة، فإن الناتج النهائي من منصهر اليوريا يتم تشكيله عادة بأحد الطرق التالية: إما بطريقة الدايركت بيرلينج التحبب المباشر، أو ثانيا عندنا البلورة تحت الضغط الجوي، وثالثا عندنا بلورة تحت الفاكيوم، ورابعا طريقة التكوير. سماد فوسفات الأمونيوم، حقيقة عندنا سماد يسمى بالماب وهو المونو أمونيوم فوسفيت. هذا السماد ينتج من حامض الفوسفوريك مع الأمونيا، وتكون نسبة النيتروجين به حوالي 11 إلى 12% من نيتروجين و 48 إلى 53 من خامس أكسيد الفسفور، وهذا السماد يذوب بشدة في الماء. وسماد الآخر يسمى بالداب وهو الداي أمونيوم فوسفيت، وتكون نسبة الأمونيا أو نسبة النيتروجين به 21% ونسبة الخامس أكسيد الفسفور حوالي 54%. هذا الحقيقة السماد يتطلب خطوتين أو تفاعلين أو مرحلتين من التفاعل من تحويل المونو أمونيوم فوسفيت إلى الداي أمونيوم فوسفيت.